حقيقة نهاية العالم بعد اصطدام الأرض بكوكب. أهلا بكم بقناة ما السبب. السلام عليكم إخواني الأعزاء، إنها الحلقة الأولى، لذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب لنستمر بإذن الله. هل من الحقيقة أن كوكب الأرض سينتهي قريبا؟ وإذا كانت حقيقة فما هو السبب؟ عزيزي المشاهد، رجح مهتمو بعلم الفلك ونظريات المؤامرة أن تنتهي الحياة على كوكبنا في غضون أسابيع قليلة جراء اصطدام كوكب غامض بالأرض. وبحسب ما قال الخبير في علم الأعداد ديفيد ميد، فإن الكسوف الشمسي هذا الشهر سيكون مقدمة لاصطدام كوكب يسمى نيبرو مع الأرض. وأضاف ميد أن الكسوف الشمسي السابق كان بمثابة إنذار فقط، وأضاف أن نيبرو سيبرز في السماء عقب الكسوف المقبل وسيصطدم في الأرض في سبتمبر المقبل. من ناحية، نفت وكالة الفضاء الأمريكية في وقت سابق وجود كوكب نيبرو، واعتبرت الحديث عنه مجرد خدعة يجري تداولها على الإنترنت. وجرى التنبؤ بنهاية العالم بسبب الكوكب نيبرو في أكثر من مناسبة منذ عام 2003، لكن التوقعات لم تصدق في أي مرة، وفق ما نقلته الصحيفة البريطانية ديلي ميل. وأوضح ميد، وهو من وضع كتاب الكوكب المجهول الوصول 2017، أن نجما مظلما يقل حجمه عن الشمس تحوم حول 7 أجسام، منها كوكب نيبرو المفترض يشق طريقه باتجاه قطب الأرض الجنوبي. ويعتقد مهتمون بالفلك أن تأثير جاذبية كوكب نيبرو أدى إلى إرباك مدارات عدد من الكواكب قبل مئات السنين، ويقولون أنه أكبر من كوكب الأرض ويقع على حافة المجموعة الشمسية. ولم تسلم توقعات الكاتب من الانتقادات، إذ يقول أحد المعلقين أن الباحث يستهل عمله بالحديث عن أمور علمية خالصة، لكنه سرعان ما يستفيد في آراء دينية كي يضيف مصداقية على توقعاته بخراب الأرض. لذلك عزيزي المشاهد، السبب في نهايتنا لا قدر الله هو اصطدام كوكب غامض يسمى نيبرو بالأرض، وتمنى في هذا الكلام والحمد لله. إخواني الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب.